عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، نستقبل اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. يا حيا وسهلا، من معي؟ أم حسين. أم حسين من؟ أم حسين. أم حسين من؟ أعطينا اسم حسين الثلاثي. أم حسين فايز يزيدي. أم حسين فايز اليزيدي. أيوه. يا أم حسين جاهز تسمعي السؤال؟ أيوه. يلا، سؤال أم حسين إيش يقول؟ ما هي أطول مدة خلافة من الخلفاء الراشدين؟ أطول واحد من الخلفاء الراشدين، هل هو عثمان بن عفان أم أبو بكر الصديق أم علي بن أبي طالب؟ نحذف لك علي بن أبي طالب، يبقى معك عثمان بن عفان أم أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق متأكدة؟ ماشي مساعدي. مساعدة عندك، يقول لك يا أما عثمان بن عفان أو عثمان بن عفان للمساعدة. وين مساعدة؟ عثمان بن عفان والله عثمان بن عفان. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان والإجابة صحيحة، شكرا للمشاركة. مشاهدينا الكرام، هاتف البرنامج موجود قدامكم على الشاشة.